السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه بتي فور بالزيت والزبده. كنت ديجا درت معكم وصفه تاع بتي فور، مي هذه شويه مختلفه في المكونات. كما تعرفوا لي بتي فور كاين عده وصفات وعده طرق باش نديروه. هذه سهله شويه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونمر على بركه الله للتحضير. عندي هنا المقادير. بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام فرينه 500 غرام دو فارين، وعندي 220 غرام سكر 220 غرام دو سكر. نورمالمون 250، من نقص شويه باش ما يجينيش حلو بزاف. كي سكر فانيلا ان ساشي دو سكر فاني، زوج بيضات كاملين وصفار بيضه، دو زو اونتي اي ان جون دوف. عندي 250 غرام زبده 250 غرام دو بور، 100 مليليتر زيت 100 مليليتر لويل، رشه ملح بانسيت سيل، ونص مغرفه قهوه خميره حلويات، ان دومي كويير كافي دو ليفيغ شيميك. يعني الخميره ما تكثروش، نورمالمون ما تجيش فيه الخميره، مي شويه نديرو شويه برك باش يجينا خفيف لداخل. دونك هنا نخلط الزبده اللي راهي طريه خرجتها من الثلاجه مع السكر وسكر فانيلا مليح مليح. دونك جو ميلونج لو بور لو سكر سكر فانيي. لو بور الي رامولي كجي سورتي دو فريغو بليزيور زور على افونس. وهنا نزيد الزيت بشويه ونكمل نخلط. جاجوت لويل بتيت ابتي، جو ميلونج بيان حتى يعود الخليط كريمو ابيض وكل الكريمه. وهنا نجيب البيض تاعي، البيض زوج بيضات كاملين نفس الصفار على البياض. دونك جو سيبار جون دوف دي بلون، نزيد الصفار وحده بوحده. جو راجوت لو جون اون اون، جو ميلونج بيان هكذا. خلطوا البيض مليح مليح، باسكو البيض كي يتخلط في العجينه يجيكم العجينه متهويه وخفيفه. هكذا نخلط مليح ونخلي الخليط هذا دوكا على جنب، ونروح نطلع البياض. واغسلوا لي كروشي هذوك تاع الفوي تاعكم باش البياض يطلع لكم مليح، ما لازمش تكون حتى حاجه تمنعوا من باش يطلع. دونك انا غسلتهم ومصمصتهم ودرت شويه ملح، دونك بانسيت سيل افيك لو بلون دو دوف اي جو لو مونتوناج، طلعته مليح. والان نزيدو بشويه للخليط الاول فوالا، ونخلط مليح. هاكم تشوفوا يجي خفيف كي تخلطوا البيض وحده وتطلعوه مليح فوالا. ودوكا نجيب الفرينه نبدا نزيدها بشويه مع الخميره. كما قلت لكم الخميره ما تكثروش باسكو يفزد لكم ويتحل في الطياب. دونك هنا نزيد الفرينه ونحرك الفرينه كما قلت لكم 500 غرام، ولما جاتكم العجينه طريه بزاف ديروا زيدوا مغرفه كبيره، ولا هي العجينه لازم تجي طريه باش تقدروا تمشيوها في لابوش. دونك انا هنا 500 غرام نورمالمون تجيني حسب الدقيق اللي عندكم ولا الفرينه اللي عندكم. انا راني درت 500 غرام كامله فوالا. انا هكذا عندي هاي مليحه، لازم تجي شويه خفيفه فوالا. ودوكا نجيب لي دوي ولي بوش تاوعي، رايح ندير زوج انواع. اللي عندي لي دوي هادو وعندي دو بوش، نقسم العجينه على زوج، كل بوش ندير فيها دوي مختلفه. وانتم ديروا كما حبيتوا لي دوي اللي عجبوكم والشكل اللي تحوسوا عليه. ونقسم العجينه نص في لابوش هذه ونص في لابوش الاخرى هكذا كما راكم تشوفوا. وخيروا دائما لي بوش تاع سيليكون ولا تاع الباش باسكو البلاستيك يتقطع لكم، ولي دوي الكبار باش هكذا ما يزلقولكمش ما يخرجوش من لا بوش كي تعودوا تعصروا. دونك هذه لا دوي الاولى وهذه الثانيه. والان ندير ورق طهي في بلاطو، نلصقو مليح بشويه عجينه من تحت ونشكل الشكل تاع لي كوكياج هذاك. دونك تضغطوا وتدزوا لهيتك ومن بعد تجيبوا. دونك هنا تعصروا شويه من بعد دزوها لهي وتقعدوا جايبين، ما زيدوش تعصروا، جيبوها برك وضغطوا بالدوي باش تحبسوا باش تقسموا العجينه باش تقطعوها يعني هكذا. ومن بعد عدلوا هذيك المنطقه اللي
قطعت بها، عدلوها شوية. وهنا عندي لادوي الثانية، ندير بها هذا الوردات اللي سهلين يعني في التشكيل، اضغطوا برك وحتى تلحقوا لاطاي تحوسوا عليها، الحجم اللي تحوسوا عليه وحبسوا. وهنا ندير هذا الصباع هذو، كي تعدوا تعصروا ما تهزوا هزوا يديكم، ما تخليوش كيما نقولوا حنا لو باتون هذاك محطوط، حتى تخلصوا لاطاي تاعك اقطعوه باللادوي. وصلنا هكذا باللي فخوي دو كونفي، انا درت هنا سوريس كونفي، وعدلو مليح كما قلت لكم، ودخلوه في الفرن على 180 درجه حتى يحمر مليح، واحد ربع ساعه هكذاك. دونك 180 دوغري او فور بيان بيان دوري. والان كما تشوفوا دوك انا لصقو بلا باتا تختيني، تقدروا تلصقوه بال شوكولاته الطلا ولا بالكونفيتور ولا بالجليكوز كما حبيتو. انا ندير هنا شوكولاته الطلا باسكو ولادي ما يحبوش الكونفيتور، لصقهم كامل ومن بعد نولي لكم للتزيين ثاني تاع الشوكولا. هكذا لصقوا برك وحده مع اختها. وهنا عندي شوكولا سوداء ذوبتها، جي في فوند شوكولا نوار دون ان بان ماري في حمام مريم، ما تزيدوا لها والو خليوها كما راهي. وغطسوا لي كوكياج تاعهم من الجهه، لي كوكياج تاعكم من الجهه اللي رقيقه. دونك اون ترومب لي كوكيا لي بيتي فور دون شوكولا، وهذا طويل ثاني هكذا، وخليهم ينشفوا شويه. ومن بعد مادام راهي سخانه دخلوهم في الثلاجه باش تشيح لكم الشوكولا مليح مليح. فولي ماتو فريغو بور الشوكولا، بوك لو شوكولا سيش بيان كوم الفو، سكي في شو ان سو مومون. دونك هكذا راكم تشوفوا النتيجه النهائيه، يجي روعه ويجي بنين، يعني لو غو تاع لي بيتي فور هاكم تشوفوا يجي خفيف الداخل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه وجربوها، وشهية طيبه وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.